وانت بتتفرج كده على القرعه من اونلاين وقبل القرعه ما بتتسحب، كان ليك تمنيات او فرقه يعني تقول يا رب دي تبقى مع الاهلي؟ واول ما شفت دحيل كان ردود افعالك ايه؟ يعني انا لو كنت اتمنى حته فنيه شويه كنت اقول انه أولسان الكوري كان يبقى بالنسبه لي افضل. لو ليه؟ لانه أولسان الكوري مش بيمر بافضل مراحله في الوقت الحالي بعد ما اخذ بطوله دوري ابطال اسيا، المدرب اللي كان معاه مشي، ظروف الفريق مش هي احسن حاجه في الوقت الحالي، فممكن شويه اقول ان يعني انت قبل كنت مستني يطلع نفسي شويه يعني نفسك يطلع قلت انه احسبها ورقه وقلم يعني. لكن لما جه فريق الدحيل القطري يعني انا شايف انه قرعه برده مش وحشه، بالعكس النادي الاهلي اي منافس من الثلاثه سواء كان تيجرس المكسيكي او اولسان او الدحيل ما تفرقش، في النهايه انت رايح تلعب عشان تكسب المباراه دي وبعد كده تفكر في اللي بعدها. المباراه مش هتبقى سهل يعني، اعتقد برده كل الفرق اللي جت فرق قويه وفرق هم ابطال القارات بتاعتهم، يمكن الدحيل هو ممثل البلد المنظم لكن برضه فريق عنده عناصر من المحترفين جيده.